احكي كم شغله. اول اشي واهم اشي بدي اشكر الشيهان تبعنا على كل التعب، على كل مجهودك، على كل وللبلد وللاهل ولكل الدولة وخارجها كمان. كلكم بتعرفوا انه احنا الطريقة تبعتنا مرتبطة باليابان بطريقة مباشرة من الماستر، من المنظمة العالمية الDWGKA اللي الشيهان الممثل هو تبعها بالدولة هون. بدي اقول انه احنا كل شهادات الاحزمة سودا وفوق دان ثلاثة واثنين والكل، احنا معترف بشهاداتنا عالميا. شهادتنا كثير شهادة قوية، وهذا كله بفضل الشيهان اللي هو تعب كثير علشان هو وصل قبلينا ووصلنا معاه. انا شخصيا رافقته بقسم كثير كبير من هاي الطريق، وشفت يعني شو التعب وشو السفر على اليابان والرجعة والمواد وكل شيء اللي بيجيب لنا اياها وبعطينا اياها. بدي اشكر الشباب كلهم اللي اشتغلوا من صف البستان للكبار، اشتغلنا كثير، تعبنا كثير، كنا كثير نيجي على النادي ونشتغل. الشباب الكبار انا كنت موجود اكثر معهم من الصغار، وكانوا ياكلوا بهادل عشان يشدوا عشان نشتغل علشان نقدم كل اللي قدمناه اسا هون. وطبعا الشغل كان 90% على الشيهان، 95% انا كنت شوي صغير اساعده كمان. بدي احكي شوي صغيرة عن تجربتي انا بالكاراتيه علشان بدي تساعد اكثر الاحزمة السوداء واللي بالطريق للحزام اسود، والاهل يسمعوا منا لانه كانت تجربة كثير صعبة وكثير حلوة بنفس الوقت. انا اليوم دكتور خلصت، يعني بالست سنين كنت اتعلم فيهم، كنت بريت البلاد، كنت كل ما يصح لي ارجع لهون اضل جاي على النادي، قبل النادي عند الشيهان. يعني كنت الكاراتيه مش بس انه كاراتيه يعني رياضة واضرب وامشي ويم وحط، صارت اشي اكثر ماشي بالدم. بلشت بهاي المرحلة من بعد حزام الاسود. شباب احزمة سودا الحكي لكم، الكاراتيه مش انك تاخذ حزام اسود، الكاراتيه ما بعد حزام الاسود. وانا بلشت افهم الكاراتيه كمان وتغمقت فيها من لما اخذت دان اثنين، مش كمان حزام اسود، دان اثنين هو اللي خلاني احس بالكاراتيه، خلاني ابلش افهم كيف الشيهان بحس وكيف الشيهان بفكر. وكمان جربت قد ما بقدر اتعلم منه واخذ منه. الاشي انه مش مهم شو الظروف الموجودين احنا فيها، اذا انت بتحب الكاراتيه بتقدر تكمل وبتقدر توصل لقديش بدك. الوقت هي مسألة ممكن تعوق شوي، بس مش انه خلص خلصنا كاراتيه. بدي كمان هقول شكرا لكم كلكم، وان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالعرض، وبدي ادعي الشيهان يحكي كلمه صغيره. اذا بحكي كلمتين فيش اشي احكيه انا، بس بدي اقول لكم يعطيكم العافيه. كان صعب كثير شغل شهرين. ليش؟ لانه الشارع برا بقول اشي وهون بقول اشي ثاني. بساعتين بالجمعه انا بدي انظم، وصعب 24 ساعة هن بحالة لعب بالملاعب بالمدرسة بعرف شوين، بيجوا هون طوالي فجأة أوب لنعمل كاراتيه. صعب. الأهالي يعطيكوا العافية، في أهالي رافقت السنة، كثير صعب.
هن مع عدي بيشتغلوا وبلا عدي، ويعطيكم الف عافيه الاهل. عن جد صعب كثير مش هوين، لانه طشات قلب السنه ويخلف عليكم اللي عم تتحملوني، بس بالاخر في نتائج. اللي انتم شفتوه هون هذا بيجيش من شيء فارغ، من فراغ المكسور. هذا شغل مش هوين، مش جسم لحاله، جسم وعقل ومع بعضهم. فيزيوترابيا لهون، فيزيوترابيا للجسم، مش شيء هوين بالمره. يعطيكم الف عافيه الاهل، شكرا لكم شباب، كل الاحترام لكم. عرض منيح كثير حلو، وهذا هو الرئيس. اهلا وسهلا فيك استاذ مازن اخرامي، يعطيكم الف عافيه كلكم. ابو حنا يعطيكم الف عافيه كلكم اللي حضرتوا، شكرا لكم. والرئيس اللي حابب تحكي كلمه تفضل، يعطيكم الف عافيه. مساء الخير للجميع. حفظ الألقاب والأسامي مش راح أعدده. بدي أقول لكم أول شيء بهنيكم على العرض الحلو، عرض بجنن رائع. لكل المشتركين في الكاراتيه شباب وصبايا كان بجنن. الكاراتيه هي لياقة بدنية وقوة، ولكن بنفس الوقت أنا بشوف فيها دفاع النفس وبتعطيك ثقة بالنفس. هي انضباط وأخلاق، هي أسلوب حياة. بتعلمكم كيف تحترموا الخصم وبنفس الوقت تحذروا من الخصم. إحنا من المجلس المحلي، هون معي مازن مركز الرياضة والأخ رامي عضو المجلس رئيس لجنة الرياضة. إحنا هون معكم تنقلكم، إحنا داعمينكم واقفين جنبكم. وجبنا لكم كمان هيك هدية صغيرة، قنينة مي عليها جملة حلوة من لاعب الكاراتيه المشهور بروسلي، فاستعملوها وقت الفعالية. وطوني يعني يعطيك ألف عافية للشباب والصبايا، يعطيكم ألف عافية، أتمنى لكم دوام تقدم والنجاح، كل احترام. بيعرفنيش، أنا لوران صباغ من البيعة، طالب بالنادي دان ثلاثة. اليوم عنا آخر يوم بالسنة بالكاراتيه، جميع الفرق ده تقدم عروضات من صف بستان لكل كبار، أحزمة سودا كمان بشملني أنا. بدي أرحب فيكم كل جميع الأهل، الرئيس، كل الموجودين هون. وخلال كم من دقيقة بدنا نبلش بالعروضات، بتأمل تنبسطوا. أهلا وسهلا. بدي اقول لكم شغله، بس بالنسبه للعرض الكاراتيه للصغار الوضع صعب جدا. شو يعني؟ هن مش بجسمهم لحال، هن معهم اشي، والاشي كثير صعب. فداروا الوضع كثير صعب، مش نتفي، صعب جدا مش نتفي. يعني شو بتشوفون عملوا هذا اكثر اشي، بدنا نستوعبهم، بدنا نحضنهم بالاخر، وكل الاحترام لهم اللي وصلوا لهي الدرجه في الأداء. يعني انتكوا العافية وأهلا وسهلا فيكم.
بلال. Wait.